حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. حلقة اليوم راح نتكلم بها عن كثير من الأمور تخص الثورة، ثورة تشرين في العراق، وأيضا تخص العراقيين بشكل عام وما حصل في العراق بعد مقتل قاسم سليماني. لكن الأهم هنا اليوم هو ما يحصل في محافظة البصرة ومحافظة ذي قار، وأيضا ما حصل داخل قبة البرلمان، أيضا هتافات السادة وهتافات الثوار والمتظاهرين في سوح التظاهر بشكل عام، وهي كلها تجمع على رفض أي تدخل خارجي إن كان أمريكيا أو إيرانيا. أي شخص يحب يتصل بينا، أرقام البرنامج أسفل الشاشة ظهرت حاليا، يقدر يتصل على أي رقم من هاي الأرقام، واللي ما يقدر يتصل بينا عندنا رقم آخر مخصص إلى برنامج الواتساب، راح يظهر الرقم حاليا أسفل الشاشة. هذا الرقم أنوه غير مخصص للاتصال، فقط للرسائل. هذا الرقم للرسائل ومكتوبة للمشاركة عبر الرسائل واتساب. هذا الرقم أعتذر من أي شخص اتصل على هذا الرقم وما نقدر نجيبه. حلقة اليوم فيها الكثير. قبل ما أبدأ في موضوع الحلقة، هيئة علماء المسلمين ببيان أعلنت عن اكتشاف مقبرة جماعية جديدة، المدنيين مدفونين بها بمنطقة المشتل شرق مدينة الفلوجة، يعتقد أنهم من المغيبين قسرا. هاي المقبرة ضم قرابة 200 جثة، رجحت الأنباء أنها تعود لمدنيين من أهالي مدينة الفلوجة والصقلاوية ومدن الأنبار الأخرى اللي اختطفتهم الميليشيات بحربها على هاي المدن بعام 2014. أرجع إلى موضوع الحلقة، وهو الثورة تشرين وما حصل بعد مقتل قاسم سليماني. لكن المتظاهرين رفضوا التدخلات الخارجية، استمرت الشعارات في رفض التدخلات الخارجية، لكن كان هنالك حالة من الاستفزاز الميليشياوي لمشاعر المتظاهرين في كافة محافظات العراق. استقبل اي اول اتصال ويانا محمد من هولندا. حياك الله يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. الشريف، هلا بك اخويا. طبعا بالنسبة للتعقيب قبل شوية، تعقيب بسيط، هم قبل كانوا يقولوا صدام سوى قوة جماعية، فهي مقابر يعني سبحان الله كاتبها مالتهم وجرائمهم. نعم. إذا قتلت المجرم سليماني المجرم اللعين وصلون قانون طلب تصويت يوم برلمان العميد طبعا البرلمان هيئة الشعب العراقي ما يصوتون بخلاص قوات إيرانية داخل وعملائهم من العراق، يعني فوق الألف شهيد وصلت إلى 2000 شهيد وسقطوا، ما يهمهم هذا الشيء. احترق قلبهم على سليمان المجرم، يطلعون القوات الأمريكية حتى ينفردون الإيران بالعراق ويجبرون الشعب العراقي. فالثورة أتبقى قاعد تزداد، بالعكس أشوف أنت ما شاء الله، يعني أنا كنت خايف بس ما شاء الله شهر عنيد وقاعد تزداد، وإن شاء الله الله ينصرهم. تحية قاتل. شكرا شكرا لك أخ محمد من السعودية. عدي حسين، حياك الله يا حسين. الله يحييك إن شاء الله. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. يا حبيبي أنا بالنسبة للجنازة اللي جابوا هذا في الناصرية للخبيث سليماني ومهدي مهندس، يعني إيش اللي سوى في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي كذا وفي المقابر الجماعية في الصقلاوية وفي الفلوجة وفي جرف الصخر، يعني اي قلة حياة يعني اكثر من كذا يجيبوا هذه يقول لك جنازة كذا، وايش اللي سووا في اخواننا في الناصرية، يعني قلة حياة الى ابعد الحدود، يعني وقاحة ما بعدها وقاحة، وقل يعني واستهتار بالاخوات اللي في المظاهرة السلمية اللي احلى من العسل وكلام طيب اطيب من اغلى من الذهب. يا اخي حرام يعني يفعلوا هذا الفعل الخسيس، يعني كفى ما فعل مقتدى القدر و اللي يقول الأوابين والإمام الحسين بريء من هذا، هيهات من الزلة. فهل هنا الزلة زي ما قال الأخ ناشط الفلاحي، زلة أعظم من الزلة اللي يعيشونها أخواننا في العراق؟ يا أخي إيش استخفاف بالناس هذول، يعني يقولك جنازة، والله عار عار ما بعده عار على اللي فعلوه هذول. نعم. الله يجزاكم خير ويبيض وجيهكم. شكرا 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 لك اخ حسين من لندن. ابو عبد الله، حياك الله يا ابو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أخي أفل، اليوم شمخاني طبعا بعد قرار البرلمان العراقي على أساس اتفاق قرار بإخراج الأمريكية من العراق، هو قال يعني صرح شمخاني قال بعد التواجد الأمريكي هو يكون في العراق احتلال. سؤال لشمخاني، قل له لماذا رفنجاني وخملئي وخاتمي كلهم قالوا لولا طهران ما فقد بغداد وكابل، ولماذا كان الحكيم ومالكي يخطب أمام الكونغرس ويشكرهم على التحرير ويطلب بقاء القوات الأمريكية في العراق، ولماذا كل الحكومات المترقبة طلبوا بقاء القوات الأمريكية في العراق، فلماذا الآن أصبح تواجدهم احتلال؟ فالله عز وجل، شوف هم لما طعنوا بأهل العراق من الخلف عندما ساعدوا أمريكا في احتلال وغزو العراق، فأمريكا استخدمتهم فرمتهم في سلة الملاذ. رفعوا وقدموه للغزو الأمريكي. فأنا أسأل الآن الإيرانيين إذا يردوا على أمريكا سيضربهم سيسحقهم سحقا. نعم نعم نعم، شكرا شكرا لك أبو عبد الله. أم محمد من سويسرا عندي. ألو. ألو، تفضل يا أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. معك من سويسرا أم محمد، سورية أنا. أهلا وسهلا بيك وحياك الله وأهل وبالشعب السوري كله. تسلم تسلم، يخلي لي عمرك. بس بحبيت بقول لك إنه انتصرت عدالة السماء على عدالة الأرض، ودماء الشهداء السوريين والعراقيين والشعوب العربية لم تذهب هدرا، وألف مبروك على قتل المجرم، وألف مبروك على قتل المجرم. وصدقني نحن في أوروبا عم نرقص فرح على قتل المجرم السليماني. ألو. نعم وياك أخت أم محمد. عم تسمعني؟ أي نعم عم أسمعك. وبنته عم تسأل بدها الثأر، يعني واحد بيعرف إنه في دمهم انتقام طالع مثل أبوها، يا ترى ما بتسأل نفسها كم أبوها أرمل ويتم أطفال وقتل نساء ودمر شرق الأوسط؟ نعم. نتمنى من ترامب المزيد والزيد ليقلع الفرس المجوس والعجم من أراضي بلاد الرافدين. نعم. أنا بالنسبة أنا ملقى مشلي قريبة على زاق وعلى العراق، يعني عراق وسوريا واحد بلد واحد. نحن أخوة بالدين وبالعادات وبالتقاليد، دم العراقي دم سوري، دم سوري دم لبناني. مفروض نمسك بعض، وأنا أتمنى من الشباب الأحرار اللي بالساحات الله ينصركم، وأنا بدعيلهم ورب العالمين ينصروا على الفرس المجهول. نعم. يعني أنا صدقني يا أخي، من يومين لما أنا ضليت للصبح أتابع الخبر ما نمت، ثلاثة أيام أنا عم برقص عم بنام من فرحي على قتل سليماني. نعم نعم. ونتمنى من رب العالمين عدالة السماء تحققت على عدالة المجهول، ويعطيك العافية وشكري. شكرا شكرا شكرا. لكن قبل ما، بما انه دخلنا الى ابو عبد الله من لندن، دخلنا في قضيه التصويت على اخراج القوات الامريكيه والمسرحيه اللي سواها البرلمانيين، عندنا مقتطف صغير او فيديو صغير للي صار داخل قبه البرلمان، خلونا نشوفه سوا. نعم نعم سليماني، انا بدك تقدم. نعم نعم للعراق، كلا كلا امريكا، كلا كلا امريكا، كلا كلا امريكا، كلا كلا امريكا. هذا الفعل يسوي عراقي؟ أرد أسأل سؤال. قاعد يبايع سليماني داخل قبة البرلمان وانت نائب عراقي تشرع قوانين تخص البلد؟ هذا السؤال اول سؤال نطرحه هسه السادة المشاهدين. ارجع للاتصالات، عندي من الكويت سعد، حياك الله يا سعد. تحيا الدنيا أستاذي يا محترم، أريد أسألك الله يخليك ويبارك فيك.
ما جاوبتني عن من لوث أنهار العراق والمياه يا أستاذي، وكم عدد المعتقلين والمقيدين والمختطفين؟ يعني أنت ما جاوبتني على هذه الأسئلة يا أستاذي الكريم. كذلك نتمنى صرف المليارات للفلاحين والمزارعين من ناحية البرلمان وكذلك الحكومة العراقية يا أستاذي. وبعدين بالنسبة للخامني زعلان لأن اللواء قتل يا أستاذ الخامني حسب ما نسمع. نعم. أيضا يا أستاذي آخر الكلام، شافنا من ألم وألام وهموم، تحياتي لكل البرنامج وللقناة يا أستاذي محترم. حياك الله. أشكرك وأشكر اتصالك أخ سعد. بالنسبة إلى أسئلتك أخي الكريم، الأسئلة هذه إجابتها طويلة جدا، أنصحك أن تتابع بيانات هيئة علماء المسلمين، راح تلقى بها أعداد المعتقلين والمغيبين بالنسبة للمعلن، وأيضا راح تجد من لوث المياه ومن قتل الثروة السمكية ومن فعل ما فعل بمزارع الحنطة العراقية. كل هاي الأمور راح تلقاها بهاي البيانات. أما إذا أريد أحكي بها بالحلقة فيراد لي 10 حلقات وما أقدر أكمل لك الأعداد. أم أزهار من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. حياة عظيمة وعاملية. حياة الله أختي. أنا هل هو هذا من زمان عراقي؟ الجواب الدكتور الألماني، لأنه كلهم إيرانيين. أم أزهار إذا أمكن إذا تسمعيني تقدرين تغيري لي مكانش لأن الصوت جدا ما مفهوم. تسمعني؟ نعم تفضلي. أنا سأل السؤال، هو هذا البرلمان عراقي أم إيراني؟ أعتذر شديد الاعتذار منك أم أزهار، لكن الصوت جدا رديء يبدو من المصدر، أضطر إلى قطع الاتصال على أمل أنه تتصلين بينا مرة ثانية. أبو سلطان من السعودية حياك الله، بس يبدو أنه فهمت أنه هل البرلمان عراقي أم إيراني، لكن ما مفهوم الكلام كان من أم أزهار. أبو سلطان حياك الله. انقطع. مصطفى السيد من مصر. السلام عليكم أستاذ أسد. هلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. عليكم السلام والرحمه. اولا نحيي ثورتنا المجيده ونحيي اهلينا ونحيي القاده العظماء الوطنيين. حياك الله. طبعا الارض والعرض وقيمه الانسان، ونحييكم على موقفكم الوطني، وانتم تعرفون قيمه الانسان مسلم او غير مسلم. حقيقه تحيه عزه وشرف لحضراتكم. نعم. تحيه عزه وشرف لحضراتكم من الشعوب اللي ما عندهاش مناصب ولا عندنا فلوس، بس عندنا قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا وانتمائنا لاوطاننا، وبنميزه بين الحق وبين الباطل اولا. اما يا سيدي بالنسبه لبرلمان العار والمهانه اللي طالع يصيح قاعدين في مافيا محششين ولا مبرشمين ولا ايه، انت واقف ايه بالظبط؟ انت في ايه بالظبط بتنعروا النعرات لمين اصلا؟ يا صيع يا ترسريه. ومقتل المجرم القاتل، اللهم لا شماته، اللهم لا شماته، بمقتل المجرم قاسم سليماني، اللهم لا شماته. احنا من عاداتنا وتقاليدنا كعرب لا نسمته لا فعده ولا بحبيب، اللهم لا شماته. هي قدره الله في الارض ونؤمن ونقتنع بها تماما، هذا اراده الله، اراده الله فعلت في الارض بالفعل زي الاخت السريه العزيزه ما قالت، فعلا ان شاء الله النصر قادم. اما يا سيدي بالنسبه لهؤلاء القتله انتهى. نؤكد لحضرتك بالقطع واليقين ان نظام العصابات انتهى تماما، لا وجود له لا على الارض ولا على الساحه الدوليه، ولا هيقدروا يواجهوا امريكا، كلها شعارات مزيفه من الثمانينات والسبعينات والستينات، بنسمع النعرات الصحفيه المكرمه عارفينها، لم تجدي نفعا. انتوا انتهيتوا، انتوا الحل الوحيد الافضل. احترموا انفسكم، اخدلوا يلي ما عندكمش خجل ولا شرف. والله العظيم لو هتملكونا عروش العالم عشان نستعملوا المهانة اللي انتوا شفتوها من قبل الشعوب يا مجرمين، والله ما نقبلوها. تيجي تقبل تنهان عشان خاطر فلوس، سرقت الفلوس وسرقت الملايين، ماذا بعد؟ ايه الفايده منكم؟ لا عندكم قدره ولا رؤيه ولا مخ ولا تفكير ولا صفه منكم، ولا امل ولا رجاء. فالحل الوحيد اعلنوا استسلامكم حتى رأفة بانفسكم. وانا اشكر سيادتك. حياك الله أخ مصطفى. طبعا بالنسبة إلى ما شفتوه حاليا بالبرلمان، النواب البرلمان أولا هم يقولون أنه إحنا صوتنا على إخراج القوات الأمريكية. اللي يعرف باتفاقية الإذعان واللي قاريها يعرف اللي راح أقوله هسه.
اولا النصاب غير مكتمل، ما يقدرون يصوتون على قانون. اثنين الغاء اتفاقيه الاذعان ما بين او اتفاقيه الحمايه ما بين الولايات المتحده الامريكيه والحكومه بوقت نور المالكي، انه يجب ان تقر من قبل الحكومه وبعد ذلك ترفع الى البرلمان ليقر عليها البرلمان بعد ذلك. ثلاثه لازم تكون بين اتفاق الطرفين. اربعه ورا ما تصير كل هاي الامور تبقى القوات الامريكيه سنه يلا تطلع اذا اتفقوا الطرفين على خروج القوات الامريكيه. فاللي صار بالبرلمان هذا يكذبون بيه على الناس، ما زالوا يضحكون بيه على الشعب انه احنا صوتنا لاخراج القوات الامريكيه. زين بلا زحمه، اذا انت تدور سياده اخويا البرلماني صوتت لاخراج القوات الايرانيه؟ صوتت لاخراج كل ما له علاقه بهذا البلد وبهاي القاع؟ لو لأن أمريكا أمرتكم تصوتون حتى تقول أمريكا مثل ما قالت لما عينت الحلبوسي وعبد المهدي وبرهم صالح أنه جبنا 3 أهداف على الولايات المتحدة لصفر، حتى يقولون سجلنا نقطة على أمريكا أنه صوتنا لإخراجهم من العراق. فالقضية ما لها علاقة أبداً بهذه الاتفاقية ولا بالقوات الأمريكية. وبعدين 8,000 واحد منو جابهم؟ مو انتو؟ مو انتو اللي جبتوهم لحمايتكم وتغطيتكم جويا ضد داعش؟ مو انتو اللي انطيتوهم قواعد؟ مو انتو اللي رسختوا لهم القاع؟ مو انتو اللي سويتوا لهم كل الامور حتى يطبون؟ هسه يلا تردون تطلعوهم؟ والسؤال يعني شو وقت العبد والخادم يعلى على سيده؟ ام ازهار من بغداد ويانا رجعت؟ انقطع الاتصال وياها، اعتذر منها. ابو محمد من اربيل حياك الله. السلام عليكم استاذ افل. عليكم السلام والرحمه والاكرام. وينكرون وينكر الله والله خير الماكرين. ذولا ناكرين الجميع، ذولا منو جابهم لما امريكا ذولا يقدرون يوصلون حدود العراق؟ ايش حابين يوصلون ذولا حدود العراق؟ بس امريكا الله ينتقم من امريكا اللي جابتهم من الشوارع بلندن وسوريا، ذولا كانوا يتسولون بالشوارع وامريكا جابتهم وخلتهم بالحكومه قاموا يحكمون. ذولا صار لنا سنين احنا نصيح ونعيط، يابا ذولا ايرانيين ذولا تبعيه، ذولا نسوانهم ايرانيات، يابا ايرانيين ذولا. الظاهر ذولا هسه يلا انكشفت اوراقهم، انكشف المستور. شوف هسه الله انكشفت، لان الله يريد يكشفهم ذولا، ينعلهم، يريد ينتقم من عندهم، ولهذا الله انكشفهم ذولا كلهم. استاذ افل وشكرا جزيلا حبيبي، ممنون. شكرا جزيلا لك ابو محمد. طبعا يعني القضيه وما بيها انه يطلعون ويقولون انه احنا صوتنا واحنا سوينا واحنا خلينا. بالنسبه الى نواب البرلمان، أكبر عار على البرلمان الحالي اللي صار بهذا الفيديو اللي هو نعم سليماني قاعد تبايع إيراني ببرلمان عراقي، مدى أفتهمها. قل لي أرد أسأل سؤال الأخ، هسا أكو ميليشيات أبو الفضل عباس وغيرها بسوريا قاعدة، فديوم سمعت البرلمان السوري يقول نعم خزعلي لو غيره؟ فديوم انتو ايران احترمتكم لو امريكا احترمتكم؟ جاي تهتفل قاسم سليماني. زين السؤال الثاني اللي يطرح نفسه، الشعب طالع والشعب العراقي طالع ضد التدخلات الامريكية والتدخلات الايرانية. يعني الفيديو اللي طلع بعد التتر شعار ديالوجين على ابو ايران لابو امريكا ضد الثنين. انت تسوي لي نعش رمزي القاسم سليماني تريد الدخله بساحه التظاهر بالناصريه بساحه حبوبي والدخله بالبصره؟ هم ضده، هم ما يردوا. هذا الاستفزاز للشعب ليش انت تلعب على مشاعر الناس؟ ليش انت مهاميك الناس؟ ليش مهاميك الشعب؟
شعب طلع يقول لك أنا ما أريد لا طائفية ولا إيراني ولا أمريكي ولا أريد محاصصة ولا أريد هاي الكتل السياسية اللي جت تحكم بالعراق وراء الاحتلال الأمريكي واللي صار وراء احتلال إيراني، أنا أريد بلدي إلي أنا أحكمه مني إلي أنا وأخويا العراقي وبس. ما طلع لك ولا متظاهر قال لك أريد حكومة سنية، ولا الأخ قال لك أريد حكومة شيعية، ولا الأخ قال لك أريد حكومة كردية، ولا الأخ اللي قال لك أريد حكومة يزيدية أو صابئية أو مندائية أو أي طائفة من طوائف العراق. احنا نفتخر أنه الشعب العراقي عبارة عن فسيفساء، مجموعة من طوائف كانت أرض للسلام، انتوا جيتوا سويتوها أرض للدمار. رجع الشباب العراقي يقول لك لا أنا أحب السلام وأحب التآخي والتآصر بيناتنا. ما قالوا لك هذا الشيء، قال لك أنا عراقي وبس. أبو مالك من أمريكا، أبو مالك انقطع الاتصال ويا أبو مالك. الكيلاني من محافظة ميسان، الكناني حياك الله أخويا الكناني وياي. ألو منقطع أيضا اتصال الكناني. فأنت هنا السؤال، يعني وراها المتظاهرين يقول لك أنا ما أعترف فيه، أنا طالع ضده وأمنعك تدخل نعش رمزي إلا ساعة التظاهر، تقتلوهم ضربوهم بالإطلاق الحي والرصاصات، انقتل المتظاهر بالناصرية وانقتل الآخر بالبصرة. زي أنتوا نسيتوا الشعب حرق أكثر من قوصلية بالنجف بالبصرة بذيقار. يعني هذا شنو بي أنت يا أبو الميليشيا، أنت يا الخزعلي أو غيرك، شنو موجود هنا؟ ماذا تشوف شعبك ضد إيران أصلا وضد أمريكا ويا هو مو ضد إيران؟ أنت تقول لي نعم نعم سليماني كلا كلا أمريكا، هو قال لك اثنين هم ما أريدها. سمعت الفيديو اللي طلع بأول الفيديو بأول الحلقة عفوا. عندي اتصال عثمان من أمريكا حياك الله. عثمان ألو عثمان تسمعني؟ انقطع الاتصال ويا عثمان. يعني هذا السؤال اللي نطرحه اليوم، أكو مواجهات بالناصرية وأكو مواجهات بالبصرة وأكو اطلاق حي، أكو ناس انكتلت. أم عبد الله من بغداد حياك الله. حيا من قال، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام والرحمة والإكرام. تحية لحضرتك وإلى قناتكم الشريفة وإلى كل العراق الشريف. أستاذ أنت ليش تحسب على البرلمانيين؟ هم البرلمانيين من جابهم؟ هم جابتهم أمريكا ووافقت عليهم إيران. فإحنا ليش يعني هذا الشيء يعني بنعيشه إحنا، هذا واقعنا في العراق. أنا ما دا أعتب أنا أم عبد الله، أنا دا أتساءل ليش هذا الضحك على الناس؟ ليش يكذبون على الناس ويقولون احنا صوتنا على اخراج القوات الامريكيه وهو ما يقدر يطلع قيطان البوستال مال الجندي الامريكي اللي موجود بقاعده امريكيه ببغداد بالعراق؟ اكيد اكيد استاذ، يعني هو يعني الانسان من قتلوا سليماني ترى مو محبه بالعراقيين لانه قتلوا العراقيين واساء وجود الايرانيين في العراق، لا وإنما قتلوا سليماني والمهندس والمفروض كلهم يقتلون، لأنهم هم قاموا بعملية إنه على أساس إنه هم قتلوا جنود التحالف وقاموا بعملية التهديد الوجود الأمريكي في العراق، فلهذا إنه قاموا بعملية تصفيتهم مو محبة للعراقيين. يعني المفروض من سنتين 2003 إلى الآن احنا العراق يوميا قالوا، هي الحكومه قالت يوميا عاشوراء، يعني معناها باليوم كان يقتل اكثر من 100-150 خاصه بالطائفيه المرتل اللي صارت من 2003 الى الان. المعتقلين اللي موجودين واكثريتهم قتلوا المعتقلين وجعلوهم تحت التراب، زين منو هذول؟ هم سليماني والمهندس والخزعري والعامري وهو الحشد نفسه، هم قاموا بعملية إبادة الشعب العراقي من سنة 2003 إلى الآن. ترى ما يصير لنا إحنا شارع إلا بسواعد المتظاهرين والعراقيين الشرفاء، هم اللي يقومون بعملية تصفية الحكومة والوجود الأمريكي والوجود الإيراني، لأنه إذا نبقى على هذا الوضع معناها احنا قضيه
قضيتنا ما تحل أستاذ. راح نبقى على هذا الواقع وعلى هذا الوجود. يعني أنا أعرف في نهاية كل عام الحكومات العالمية والحكومات الإسلامية وحكومة في الوطن العربي أنه يقومون بعملية أنه إهداء شيء للشعب مالتهم. كلهم قاموا بعملية تعديل رواتب، إقامة خدمات، إقامة مجمعات. إحنا على أساس أنه زيادة رواتب ولا أكو زيادة وكلها كذب. يعني إحنا عايشين في حكومة مهزلة وكلها كذب. والله العظيم أسأل كل اللي هذول اللي 400 واللي 300 ياب زيادوا رواتبهم، قالوا ولا أكو زيادة. زين هذا من قوة عملية أنه من 36 مليار إلى 52. زين هاي الفروقات وين صارت؟ زين منو؟ يعني أنا أعرف إنه الحكومات كلها تقدم خدمات، لكن إحنا يعني شنو الحل؟ شنو الحل؟ ماكو غير حل إنه الشعب العراقي كله ينتفض. بعدين أكو نقطة أخرى، إنه نشوف كل السياسيين هم حاضرين على أساس فاتحة على اعتذار المنبوشين، ومنهم سيد مقتدى الصدر. يعني انت لما تقول كلها امريكا وانت قاعد ويا سليماني بالمعاتم مالتي، يعني شنو هاي الشخصيات الهزيلة اللي تقول للشعب كلام وهم يصرفون كلام ثاني؟ وبعدين اصلا هو المهندس هو اليد الثانية للسليماني في قيام عمليات الإبادة الشعب العراقي. وبعدين انه يقال انه لو لازمي العراقيين للمهندس وسليماني هم عندهم كلها خطط إبادة الشعب العراقي وإبادة الشعب. أم عبد الله أنا أعتذر منك، بس عندي اتصالات كثيرة. شكرا جزيلا لك اتصلتي بينا ببرنامج صوتكم. عثمان من أمريكا رجع لنا، حياك الله. السلام عليكم. عليكم الكريم. السلام ورحمة الله وبركاته. وقناتكم الكريمة. ما أريد أطول، بس أحب أنبه على أشياء بسيطة. وهي طبعا أولا طبعا هي بسيطة بالنسبة لنا يعني متابعين للوضع. نعم. لكن يصعب على البعض الآخر اللي عايش في جو الخداع. طبعا الفرس استخدموا الإعلام منذ 2003 بصورة كبيرة جدا لإيصال أفكارها ومعتقداتها المزيفة طبعا إلى الشارع، إلى الشارع العراقي واليمني والسوري ويعني واللبناني. فاليوم أحيي هذا، يعني أحيي هذه الفئة التي وضحت أو اكتشفت أو كشفت المقبرة الجماعية الأخرى اللي تم اكتشافها في الفلوجة، وهي من جرائم الحشد وميليشية اسمها هاي بالله والله والله دخنا هواية ميليشيات نصر الله اسمها هاي حزب الله عفوا. نعم. ويعني الآن المفترض على كل إنسان شريف عنده حقيقة، عنده حقيقة يجب أن يكشفها، لأنه الآن وقت الصراخ، وقت السكوت انتهى. اليوم هو وقت الصراخ، بما أنه الشعب العراقي كله يصرخ مداعيا بحقه، مداعيا بحريته وخلاصه من النفوذ الإيراني بكل أشكاله. تمشي ببغداد يا أخي تحس نفسك مقيد، تمشي ببغداد تحس نفسك من كل مكان متابع. إذا تدخل من جنب مقر ميليشيات أنت لازم تمر من يمه، مثلا رايح المول أو شيء، تشوف كأنما أنه أنت متهم قضية، ومع العلم أنت ما مسوي شيء، أنت إنسان متالم تمشي بدار السلام. أوكي. والآن وأنا أتكلم معك والله وصلني فيديو من الناصرية، يعني أحب أعطيكم هذا الخبر من الناصرية. الآن خروج الناس إلى الشوارع حاملين أسلحتهم، حاملين أسلحتهم انتقاما للشهيد الذي فاضت روحه إلى السماء، والأخذ بالثأر من الأحزاب وكل من خرج في تشييع المقبور سليماني والمهندس قائد القتل الطائفي في العراق. أخي عليكم بالإعلام، الإعلام يجب أن يكثف لفضح جرائمهم. إذا كل واحد يمتلك طيب. وثيقة. نعم تفضل. نعم أنا أعتذر منك، أشكرك أخ عثمان. مشاهدينا برنامج صوتكم مستمر. أخ عثمان أنصحك أنه تستمر بمتابعة الحلقة، لأن راح تشوف صيحة الشعب العراقي بساحات التظاهر شنو هي. تابعونا بعد هذا الفاصل. We'll be right back.
هذا الفيديو اللي شفتوه وراء الفاصل هدية من كادر برنامج صوتكم بقناة الرافدين إلى كل سياسي يبايع إيراني لمصلحة إيران ويعادي دولة ثانية تحديدا أمريكا. سمعت الشعب شو يقول؟ إيران برا برا، أمريكا برا برا، بغداد تبقى حرة. أتمنى تستوعبون هذا الشيء. وأحلى شيء القطعة إذا قريتوها، إيران لمج لابج هذا الشعب ما يهابج. يحيى من الجزائر ويانا، حياك الله. انقطع يحيى من الجزائر. هذا الفيديو أتمنى كل سياسي يسمع زين. أنا ما أريدك تطلع لي بتحدي البيبسي وحاط لك قطية بيبسي لو تغسل وجهك ببيبسي وأنت قاعد لي بالبرلمان وما حاسب شعبك. أنا ما أريدك تذب لي كلام منمق بتويتر لو بالبرامج التلفزيونية على أي شاشة أو أي قناة وأنت ما حاسب شعبك. شعبك لا يريد هذا ولا يريد هذا. بس أنا سألت سؤال، أنت لما تقول أنا أريد أخرج القوات الأمريكية، ما هي اللي جابتك؟ عمركم شفتوا عبد ركب على حصان سيده؟ لا. عمركم شفتوا خادم على صوته على سيده؟ لا. بس المشكلة أنه بالعراق اليوم أكو أسياد اثنين بالنسبة لهم، مو إلنا، إحنا ما مهتمين لحد بالنسبة للسياسيين. أكو واحد أمريكي وأكو الثاني إيراني، وذول بالنص السياسيين والبرلمانيين مرة يرضي هذا ومرة يرضي هذا. أبو حسن من بغداد، حياك الله. السلام عليكم أخوي أفل. عليكم السلام والرحمة والإكرام. عاش نسمع صوتك حبيب قلبي أخويا، الله يخليك. طبعا أمريكا أكبر دولة مارقة ومجرمة على وجه الأرض. نعم. يعني صحيح جربت الأسلحة مالتها كلها على العراق. نعم. من احتلال العراق أو قبل احتلال العراق. شعجب يعني صار عندها غيرة أو صحوة بأنه تضرب سليماني؟ وشنو سليماني هذا عير الأهمية؟ هو كلهم عملاء الأمريكا والإسرائيل وزبالة إيران. يعني جربت كل الأسلحة على العراق، دمرت العراق، خلتها جابت هذول المادة من جايبيهم من حانات لندن أو نيويورك أو بالشوارع أو بأي مكان. هسه يعني أمريكا صارت عندها يعني ضمير؟ عمرها ما تكون عندها ضمير ولا تكون محبة للعرب بصورة عامة. مو بس يا أبو حسن، يعني ياهو بيهم، ياهو بيهم عمر شي بالعراق؟ هذا سؤال مهم. ولا عمر، ولا عمرو أخوي أفل، ما يعمرون. نعم. هذول جايين تدمير العراق، وقالها بوش قال حرب صليبية، وقع العراق والدول العربية واحدة واحدة قامت تسقط تدمر. فهذول هم دولة مارقة، يعني أمريكا يعني دولة لصوصية، يعني تجي على أموال العرب وتتأخذها عنوة. هذول شنو يعني هذول بالبرلمانيين؟ نعم نعم سليماني، شنو هو سليماني؟ شنو بالعير بالنفير؟ يعني إيش غيره ما عندهم؟ إيش ضمير ما عندهم؟ دماء الشهداء راحت من 2003 ولحد الآن. هاي المقبرة الجديدة مقابر وسجون متروسة وإهانة الناس ومحاربتهم من رزقهم. هسه هاي الناس تقول لك إحنا ما نريدكم، يعني ضمير ماكو، ما عندكم يعني إدارتكم مسدودة. طيب هذول كلهم عملاء. نعم نعم نعم. شكرا شكرا لك أبو حسن. أبو بشار من إنجلترا، حياك الله. الله يحييك، الله يخليك. هلا بيك أخويا.
يعني بس بدي اطرح موضوع واحد. نعم. انه شغل انه كل الميليشيات الموجوده حاليا بالعراق حاليا تستلم رواتبها من الحكومه العراقيه. نعم. بس ولاءها الى ميليشيات وولاءها يرجع الى ايران. نعم. هاي حاله ما موجوده في كل العالم. يعني يستلمون رواتبهم من العراق بس ولاءهم الى بلد ثاني. والشغله الثانيه في مهاجرة السفاره الامريكيه كل الميليشيات اللي قدروا يوصلوا طبعا وصلوا بسهوله الى سفاره وكل المتظاهرين اللي صار لهم 3 اشهر يتظاهرون ما قدر يوصل الى المنطقه الخضراء. بس الميليشيات قدروا يوصلون يدخلون المنطقه الخضراء لان هم اصلا موجودين هناك. نعم. وكلهم يقولون قائدنا سليماني يعني بما معناه ولاهم الى ايران. صحيح. نعم. وواقف من ضمنهم هادي العامري والمهندس وما شاكل. نعم. يعني احنا وضعنا بس المشكله انه حاليا طلبات المتظاهرين في ثوره تشرين ما راح تقدر تتحقق لان هم مستحيل راح يطلبوا مرشح الا ما راح يضمنوا انه هو بجيبهم. وهو راح يسوي لهم كل شيء اللي يريدوه. ولهذا السبب الشعب العراقي ثار بثورة تشرين ويطالب بإخراج الأحزاب وإلغاء العملية السياسية وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية وإلغاء الولاء إلى إيران أو أمريكا. شكرا لك أبو بشار. أبو مالك من أمريكا حياك الله. الله يحييك أستاذ أفر، شلون صحتك؟ هلا بيك أخوي. استاذ أفل، اكو بيت شعر للشاعر العراقي المعروف الرصافي الله يرحمه يقول انا بالسياسه والحكومه اعرف علم ودستور ومجلس النواب كل عن المعنى الصحيح محرف. انت تتعول على برلمان كله حراميه ولصوص، هم دول عايشين على 3-4 حاميهم اللي هو هذا العامري وربعه وقيس الخزعلي وغيرهم. صدقني لا برلمان يقدر ينطي كلام ولا رئيس وزراء يقدر ينطي قرار ولا رئيس الجمهورية يقدر ينطي قرار. كل هاي حكومتك وبرلمانك بمسؤولية 3 بس، رؤساء كتل ميليشيات اللي هو هذا العامري وربعه. صدق وهذول يعادوا من إيران وكلهم تابعين لإيران. لا تعود لا على البرلمان ولا على الحكومة ولا على الجمهورية. الله وكتك حكومة تابعة بالأساس لإيران. شلون ما يعزون قاسم سليماني؟ بس جاوب اللي هو جابهم وهو حال. نعم، انقطع الاتصال يا ابو مالك. شكرا جزيلا لك. انا وعدت الاخ عثمان قلت له راح تسمع صيحة الشعب العراقي، خلونا نشوفها. هاي هي صيحات الجماهير بالعراق. طبعا هاي مو بس بمنطقة واحدة، هذا لسان الثوار بكافة سوح التظاهر وسوح ثورة تشرين اللي يردون لا أمريكي ولا إيراني ولا واحد إلا ولاء لأي دولة خارجية، يردون عراقي مستقل حر بكلمته يرجع للعراق سيادته وقوته وهويته مرة ثانية. اللي ضيعوها هذولة اللي طالعين يهتفون بالبرلمان. نعم سليماني. أتحول لبرنامج الواتساب. مساء الخير قناة الرافدين صوت الشعب. أخي هاليوم نصر الله يكون الحكومة العراق خلي تطورات أمريكان، ليش هو شلة الشغل بالحكومة العراق؟ ليش هو عراقي وإحنا ما ندري؟ هم هم ذيول الفساد. إيران الله أخذ حق الشهداء. أشكر كل كادر الرافدين. فاتن من ألمانيا، السلام عليكم، أنا جاسم من العراق. أخوي الغالي أفل العراق الغيور، أنا أشكركم على هاي القناة الصادقة. الموت للأمريكان والإيران، عاش العراق الحبيب والسلام عليكم. لا شكر على واجب أخي العزيز. السلام عليكم من مطار بغداد الدولي وليس مطار العجم. يا قايل كلمة ما أقدر أقولها، استبدال اسم مطار بغداد الدولي باسم مطار أبو مهدي المهندس الدولي، كتاب معنون بتغيير اسم المطار باسم الإرهابي أبو مهدي المهندس.
تحية حب واحترام لقناة الشعب ولك يا أيها الغالي. الفاسد الإيراني مقتدى الصدر يطالب بمقاطعة المنتجات الأمريكية وينشر تغريدة ببرنامج أمريكي وبجهاز آيفون أمريكي. هاي شو تحط لها والطيب؟ أخوتكم ماهنا شريش أم حسن من ذي قار العمايرة. إيمان النشمي من النمسا داز قصيدة راح أقرأ بدايتها، تقول أنا كتبت هاي القصيدة قبل قليل: إلى من خان الوطن، يا من خنت هذه الأرض لملم أطرافك واذهب لمكانك، أنت بكيت بدموع حارقات على من قتل أهلك وإخوانك، ألا هذا طبعك موروثا أم أن الخيانة هي عنوانك، هذا عراقك العظيم قف أمامه هذا يوم امتحانك. ما راح أقدر أكملها لأنها طويلة. السلام عليكم، لعن الله قاسم سليماني ومن معه ورحم الله شهداء الثورة والخزي والعار. إلى الحكومة الفاسدة أقول لشباب الثورة: الصبر، النصر قادم لا محال، القادسية الثالثة قادمة لا محال. نوار من هولندا. أكثر من 600 شهيد من أبنائنا المتظاهرين السلميين الأبرياء، وأكثر من 15 ألف جريح، وأكثر من 8000 معوق، ولم نلاحظ هذا الحزن على وجوه بعض العراقيين الذين يتباكون اليوم على مقتل شخصين إرهابيين من أعتى عتات الأرض. يكفيهم ذلة ومهانة أن يموتوا على أيدي ظالم مثل ترامب أبو أوس من تركيا. تحية لك أخي أفل. التغول الإيراني هو سبب ما يحصل في العراق والمنطقة، وهذا يأتي ضمن مخططات لضرب المصالح الأمريكية والإيرانية. هذا كله بسبب مخططات الشر. أمريكا وإيران وجهان لعملة واحدة، هدفهما السيطرة والنفوذ وما استهداف قيادات الحشد الطائفي إلا دليل على ما ارتكبوه من حقد على السنة وجرائم قمع المتظاهرين السلميين، وما قتل الأفعى سليماني والمهندس إلا حلقة ضمن حلقات استهداف رؤوس الأفعى الإيرانية. خاتمها بتوقيع مبروك الإمارات. السلام عليكم أخي، أنا رويدة من المدائن، حياك الله. طلعت الحكومة إيرانية ما شاء الله، الله لا يوفقهم يا رب. ألف تحية لقناتكم ولحضرتك. السلام عليكم، التشيع اللي حصل اليوم بالبصرة والناصرية هو فتنة وليس له داعي، لأن قاسم وأبو مهدي ليسوا متظاهرين كي يتم عمل تشيع رمزي لهم بسوح التظاهرات. الله يلعنهم وإلى جهنم وبئس المصير. السلام عليكم أبو أمل من السويد، حياك الله. شكرا لك أخي وشكرا لقناتكم الفاضلة. أخي الكريم، كل ما يحصل سببه إيران، لكن سكوت أمريكا والمجتمع الدولي هذا هو سبب ثاني، الكل هو متسبب بشكل أو بآخر. اليوم يجب أن يحاكم جميع النواب في البرلمان لخيانتهم الوطن، كما سمعنا هتافات الولاء للفرس والسليماني الذي قتل الشعب العراقي واليمني واللبناني والسوري. السلام عليكم، أحيي قناتكم كريمة، أنا علي من الناصرية. اليوم أهل الناصرية أكثر منطقة أنطت شهداء، أدري شنو جايبين قاسم، شنو جايبين قاسم سليماني تشيعونا عندنا، قتلتوا اثنين من ولدنا، خلصوا منا راحوا للبصرة، حرقوا خيامهم، أدري هاي خطط مسوينها علينا، الله يلعنهم إن شاء الله والنصر للعراق. السلام عليكم، تحية طيبة لصوت الحق قناة الرافدين صوت الثورة. أثبت البرلمان اليوم أنه عميل وقذر لإيران بإصداره خروج الأمريكان ليبقى العراق تحت رحمة إيران، وصدقني سوف ترتكب أبشع الجرائم بحق الثوار. على قولة أهلنا: صار البيت المطيرة وطارت بيفر الطيرة. تحياتي آني ريسان كشكول أبو عجيل من ذي قار المشلبية. ألف تحية لصوت الشعب المحترم. أستاذ أفل، اليوم النصر على الفرس المجوس، أشو يومية الشباب بعمر الورد يستشهدون أحد وما يسأل، وهذا المجرم اللي قاموا يعزون إيران، الله لا يرحم هذا المجرم، النصر قريب إن شاء الله. أم فهد من أربيل. السلام عليكم، إيران تستعمل ميليشياتها المجرمة لزعزعة أمن الدول العربية، أخوكم من مصر، حياك الله. مرحبا، شونكم أخويا، أحيي قناتكم، أنا تبارك من الناصرية. أقول على ذول الذيول اللي حزنانين على قاسم، ولكم شباب طاحت ما حد حزن، ما حد حط قرآن على الشهداء، ولكم الله نعلت دنيا وآخرة وحرقت هاي حوبة شبابنا، اللي كل شاب يسوى قاسم وأبو مهدي المهندس ويسوى إيران وأمريكا كلها، الله ينتقم من كل ما سوى بينا هيجي، الله لي وفقكم إن شاء الله. حي الله قناتكم الحرة. علاء النشمي من النمسا، أود أن أعرج على ما تمخض من قرارات مضحكة من البرلمان. الحلبوسي صدق والله، يردوها صغار يردوها كبار، النصاب غير مكتمل، والحلبوسي يرفع المطرقة وينزلها لتنفيذ قراراتهم الخائبة. يؤكدون على خروج القوات الأجنبية خارج البلد ويخصون القوات الأمريكية، فماذا عن القوات الإيرانية أو بمعنى آخر الاحتلال الإيراني؟ هؤلاء ليسوا أجانب يا دجالين، لا والله هذا ليس في حسبانكم، بل تحسبونهم أسيادكم وهم كذلك، قاتلكم الله ومصيركم الهاوية.
سلام تحية لقناة الرافدين أخي العزيز لا تحزن على هتافات البرلمانيين لسليماني والمهندس يرقصون في جهنم انظر كم وصل سفالة البرلمان المسمى عراقي لم يهتفوا للمهندس هتفوا لسليماني المجرم اللعين الثورة مستمرة نموت ويحيى العراق سامي من هولندا تحية لك أخي مقدم البرنامج شنو برلمان العراق هذا كله إيراني واضح تحياتي لك والقناتكم العظيمة الصورة مرسلة لتغيير اسم مطار بغداد الدولي إلى اسم أبو مهدي المجرم العميل تحياتي أنا عراقية حياك الله أختي أستاذ أفل والله مهزل النواب يهتفون ويترحمون القاسم سليمان المجرم ومن معه هؤلاء خوانة وهم من قتل الشهداء العراق وأثبتوا ذلك للعالم أجمع الموت لكل من لديه ولاء لأعداء العراق والعزة والصمود لكل إنسان وطني من أبناء شعبنا العراقي السلام عليكم أستاذ أفل قريبا ستزال هذه الأصوات النشاز في البرلمان والحكومة والميليشيات القذرة كما أزيل هؤلاء المجرمين وستزال القنوات الموالية للحكومة التي أعلنت الحداد على المجرمين الفرج قريب إن شاء الله مع تحياتي أخوكم أبو عمار أعتذر من باقي السادة المشاهدين اللي أرسلوا رسائل أخرى ما راح أقدر أكملها لأنه الوقت أدركني برنامج صوتكم انتهى مشاهدينا الكرام نلتقيكم بإذن الله بنفس الموعد بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر في أمان الله